اتفضل ابن عمي، هاي احلى فنجان قهوه. يو ابن عمي بدك تضلك هيك؟ ابن ناقص ان شاء الله عمرينا ما ترجع، وانت ما تضلك مزعوج هيك؟ يو اذا انا بسمح حدا تطلع فيك تطليعه بجن، كيف اذا حدا سمعك كلمه او علا صوته او شو؟ او قلعتك من بيت ابوه مثل انا ما حدا بيقلعني. بعرف تقبرني ينقص لسانه ان شاء الله اللي بيقول غير هيك، بس يا ابن عمي يعني روحتك لعندهم كل يوم والتاني والله زل. بعدين يا تقبرني يعني الباب مفتوح اذا بدك ترجع له ولا غيره. ماشي ماشي. طيب والقهوه بدك شيء مني يا اختي؟ لوين رايح؟ ما بدك تكسر السفره معنا؟ مو مشكله تكسرها بالبوابه. وليش ما تكسرها هون؟ والله عندي شغل بدي خلصه على وقتي. راح ابعتكم كداس اي شيء بدكم اياه انه ماشي. يلا سلام عليكم. مع السلامة تقبضني. الله يحميك. بيبعت لي اكلي عليه قديش هو متضايق لانه ما رضيت كامله ترجع معه. إيه لا بدها ترجع. بدها ترجع غصبا عنا ورجلها فوق راسها. والا رح جوزها وحده جديده. بدك تجوزيه جوازة تانية شهرة خانو؟ وبجوزه 20 جوازة ولا بسمح لمرة تزله. الله يوفقك يا شهيرة خانو. حاولي ترجعيها للمسكينة كاملة. الله وكيلك هي ما بدها تتطلق وبتحبه كتير لابن عمي وتاج راسي. راح استنى الرجال إذا ما قدروا يرجعوها أنا راح رجعها. كلي فوزية كلي ولا تفكري كتير، تفكير ما بيواتيكي. كلي حبيبتي كلي. حاضر. لكل واحد بيطلع له نصرط له بس عمي قري. يلا قري دورها. ليش باب محمود؟ لانه ما في طحين يكفي غير اليوم وبكره سيدي. واللي بيقول لك بده رطله ما بعطيه الا نصرطل. ما بيكفوا ما بيكفوا بالمره لك ابو محمود. وانت ولا مصوف الرابع لمين بدك الرطله؟ يعني لالي ولبيت مزار بيك ولبيت رفيق عمري كداس. ايه انا ما راح اعطي غير لك نص رطل، واللي بده خبز يجي يوقف على الدور مثله مثل الناس. والله بدك مزار بيك ينزل كنه كن الناس يوقف على الدور. وليش حتى ما يوقف على الدور؟ شو على راسه ريشه يعني؟ ايه على راسه ريشه. ايه سيدي ما في لا لك ولا لغيرك خبز، ارجع وقف على الدور. امرت ابو محمود بكفي نص رطل. هات يلا روح واقف على الدور. على دوري واقف على دوري. هايك شوفت عينك. لا هذا مو دورا. لا دوري دوري ولا لا انت يا ولد. سمعت بيتناك. خفتوا منه ما؟ بتعرف رح اعطيك بس لحتى كف البلا. حط مصاري يلا. يلا مسك تحرك. خلص يا ابو محمود. درمي. يلا تعال. فكرية وضعك ما بيطمن ابدا ابدا. ليش ام سعيد؟ الولد فيه شيء؟ هلا لا، بس اذا بتضلي على هالحالة رح يصير فيه شيء. ليش؟ لك شو ليش؟ لك مانك شايفة وشك مثل الليمونة وصاير عرض اصبع طين؟ شبك لك فكرية ما عم تاكلي؟ لا ايوه عم باكل. لك شلون عم تاكلي وجسمك مثلي سلي؟ بعدين شو هذا الزرق يلي بوشك؟ وانا عم بفحصك لقيت جسمك كلياته بقع زرق. شو فكرية؟ عاكلي قتلة من جوزي؟ لا ايوه اعوذ بالله شو هالحكي؟ جوزي ما بيمد ايده علي ابنه. فكرية حبيبتي انا مثل امك، إذا صاير معك شي لا تخبي عني. لا أيوة سعيد لا تكبري القصة ما في شي. أنا كتير مبسوطة وكتير متانية بالعيشة مع جوزي. إن شاء الله. ليكي تقبريني أنا رح قلك على وصفة كتير منيحة مشان حبلك، بتقولي لجوزك يجيب لك ياها مو ما يجيبها. لا أيوة بيجيبها إن شاء الله مثل ما قلت لك، هو مو مقصر علي بشي بنوب. حلوة 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 غازي أفندي. الله يعزك يا رب. خلينا يا عمي. أنا حابب أعمل زيارة لغريب تحت. طيب يا أبو عامر ليش لحتى تغلب حالك؟ هلا مكلف واحد من عناصر الكركون بياخذ الزوادة بينزلوا إياه. لا لا الله يرضى عليك راسي يا فندي، في كلام بدي أحكي له إياه من راسي لراسه، بركي راسه بنخ. إيه على راحتك. يا سميح سميح. شبيح أبو عامر شبيح. ولا غريب؟ إيه قرب زيارة. أهلين غريب. اهلين فيكم. عليك سيك عمي. ابو عامر رح اترككم لحالكم شوي، خذوا راحتكم انت، اذا اعتزت اي شيء بس خبرني بتلاقيني مزروع زرع هون. ماشي عمي ماشي كتر خيرك. نحن بالخدمه، بدنا خدمه تحريز. اهلين. كيفك غريب؟
الحمد لله معلم. بس والله ضروري جاي من الفلقة اللي عم أكلك اليوم. بسيطة بسيطة. اوعك تكون غلطت وحكيت شيء قدام الناس. بحكي يا معلم، لا توصي حريص. صار معك شيء؟ شوفت عينك معلم، السجن ما عم يفضى. مشكلة هي. مشكلة كبيرة والله يا معلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعدين؟ طول بالك شوي يا معلم. هدول الاثنين اللي هنيك احتمال اليوم يطلعوا. وهداك راح يرحلوه على القلعة كمان على الاغلب اليوم. يا الله يسمع منك. والله ماني حابب لك القعدة بنوم. ولا انا والله يا معلم. اسمع، اول ما يطلعوه اشتغل شغلك. اول ما يفضوا السجن راح نكتوا نكتة معلم. الله يقويك. تحمل شوي معلش. لا تروح لبرات الحارة بتجيب لي الخبرة. الكوسة والخيار والبندورة والبصل. وبتمرق على اللحام بتجيب بطل اللحمة. من الحارة مزار بيه؟ من برات الحارة. حتى الخبزات أنا. لو ما كان الفرن تبعنا هو الشغال بقيت الفرن معطلة ما بجي. ماشي. تفضل مزار بيك. كيف تمك حكي؟ لا مزار بيك ما في شي سلامتك. لك دب؟ شو في؟ صدقني مزار بيك والله ما في شي. بتجيب الأغراض بتجي على حالك. أنا عندي شغلة ضرورية برات الحارة لازم تتم بغيابي. حاضر. السلام. والله يا غازي أفندي فالش لا تعالج. لساته ميبس راسه وما بده يفهم. اسمع يا أبو عامر، إذا بدك حوله على القلعة ياكل قتل ليوم القتل ما عندي مانع. لا لا شو ألعب ألعب، شغلته ما مستاهلي ألعب. يعني مشان يتربى يا أبو عامر، تعرف أنت هيتربى هيتربى. بس دخيل عينك، الفلقة بلاها. هذا الزلمة بس تنقره فلقة بيكبر راسه. أنا بعرفه منيح، ما بيمشي إلا بالمسايرة. يا عمي أبو صافي، بدي منك خدمة بعد إذنك. أنت ما بتطلب لك ابني، أنت بتأمر أمر. الله يخلينا إياك وما يأمر عليك ظالم يا رب. عمي بديك تحكي لي خالتي ام صافي موضوع كثير مهم. خير؟ شو في؟ ابن خالتي نايف، شاب قبضاي وعلى كيف كيفك، وبيشتغل عنا بالارض وما عنده ولا سوسي. شو بو ابن خالتك نايف؟ جايك بالحكي يا عمي ابو صافي. انا بعتبره لنايف مثل اخي. بقى قلت لحالي ليش يا صياح ما بتجوزه؟ بقى بمعيتك عمي، بدي تحكي لي مع خالتي ام صافي تلاقي له بنت الحلال اللي يستر عليها وتستر عليه. تكرم عينك لك ابني، تكرم عينك. اصلا الله بيوفق يلي بوفق بين راسين بالحلال. الله يجبر بخاطرك يا عمي ابو صافي. وانا قلت لحالي يا ولد ما الك غير كباريه حاره القصب، اهلك وناسك. يشهد علي ربي انك بمقام الوالد الله يرحمه، وخالتي ام صافي بمقام امي الله يرحمها. الله يرحمك. انت غالي علينا، غالي علينا كثير لك سياح. فقل يا سيدي، انت ايمتى بدك تكمل نزيناك؟ كل شيء بوقته حلو عمي، كل شيء بوقته حلو. وبإذن الله بس انوي انت اول واحد رح يعرف. والله تسألوا يا اختي. الله يعافيك. يا اهلين يا اختي اهلين. خير حامد شبك؟ طلع فيني في شيء؟ وين شايف المش؟ انت مو انت؟ لا سلامتك ما في شيء. يا الله يسلمك. يلا درمل من هون درمل. روقنا ايه بروقه. خطاط شايف لك. شو بعرفني واقف ومفنجر بعيونه وعم بيطلع فيني كاني عامل لي شي عمله ما منيحه. خلص تركو شو بدك فيه، وقف وين ما بده يوقف. لك يا اخي ما بدي منه شي، يضرب هو بشكله. يلا بسيطه كنت لك فوق. ايه ناوله ناوله.